هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن.